السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية في الجزء الثالث من الدرس الرابع في وحدتنا الاولى، واللي كان عنوانها We make our food. We make our food يعني نحن نصنع غذائنا. طبعا شكل ما قلنا ان الجزء الثالث في الدرس الرابع خاص بالماث، ماث حبايبي اللي هي الرياضيات. في الدرس ده حبايبي بيكلمني عن الفراكشن، فراكشن فراكشن فراكشن. طبعا كلمة فراكشن حبايبي بمعنى كسر، تاني فراكشن بمعنى كسر. وكلمة كسر حبايبي في اللغة الإنجليزية قال لي a fraction is a part of whole، تاني a fraction is a part of whole يعني جزء من الكل. فمثلا لو عندي الكل أربعة، لو أنا خدت واحد بقى كده اسمه كسر، يعني واحد من الأربعة اللي احنا بنسميه ربع. مثلا لو انا عندي الكل اللي عندي اتنين، لو انا خدت مثلا واحد من الاتنين يبقى اذا ده اسمه جزء من الكل، معناه ان الكل اتنين انا باخد منهم واحد، فبقول واحد من اتنين اللي هو نص. يعني انا مثلا عندي خمسة، الخمسة دول باخد منهم تلاتة، يبقى اذا انا بقول خدت تلاتة من خمسة اللي احنا بنقول عليها تلات اخمس. فاذا الفراكشن يعني الكسر هو جزء من الكل، تاني جزء من الكل. الكل بيبقى المقام والجزء بيبقى البسط، تاني الكل بيبقى المقام والجزء بيبقى البسط. طيب يعني ايه بسط؟ قال لي بسط معناها نيوميريتور، تاني بسط معناها نيوميريتور. طب ويعني ايه مقام؟ قال لي مقام اسمه دينومينيتور، تاني دينومينيتور اللي هو المقام. يبقى اذا الكسر بتاعنا بينقسم لجزئين اتنين، البسط والمقام. البسط تاني بسميه نيوميريتور، والمقام بسميه دينومينيتور، تاني دينومينيتور ده اللي هو المقام. ودول اللي بنسميهم two parts of the fraction. two parts يعني جزئين اتنين، of the fraction يعني من الكسر. يعني احبابي لو بصينا كده في الجزء اللي تحت في صفحة 56 مديني قطعة أرض، فلما بيقسمها بيبين لي إزاي بقى هو بيكتب الكسر ده. يعني مثلا هنا مديني قطعة أرض ومقسمها اتنين بس، فيبقى الكل اتنين، يبقى ده المقام. طيب خد منها الجزء الأخضر واحد من الاتنين، فبقى واحد من اتنين اللي هو نص. طيب النص حبايبي ككسر عشري بيساوي 0.5 or 0.50، سواء كتبت 50% او كتب 5 من 10 فهي 1، فتطلع معانا نص، والنص ده بيساوي 50 من 100، وخمسين من 100 ده بسميه الكسر العشري، تاني 50 من 100 ده بسميه الكسر العشري. وطبعا لما اجي انطق الكسر العشري ده بقول 0.50، تاني 0.50. طب تعال نشوف القطعة التانية مقسمها لي 3، يبقى اذا الكل 3. طيب خد منها كام؟ واحد بس هو اخضر، فبالتالي بقيت 1 على 3 او 1 من 3 اللي هي التلت، والتلت دي بتساوي كسر عشري 0.333 يعني 333 من 1000. طيب تعالى كده نشوف الصورة التالتة، مدهالي طبعا مقسم لي لاربع قطع، والاربع قطع دول خد منهم قطع يبقى الكل اربعة مقام، خد منهم قطع واحدة بس يبقى بسط، فبقت ربع، والربع ده 0.25 يعني 25 من 100. في الصورة اللي بعدها جاب لي برضو اربع قطع، يبقى الكل اربعة، خد منهم كام؟ 1 2 3 ادي 3، يبقى 3 على 4 3 من 4 اللي هي 0.75 يعني 75 من 100. برضو هنا اقسمها 1 2 3 4 5، يبقى المقام 5، خد منهم 2 يبقى 2، يبقى 2 out of 5 or 2 على 5 ومن 5 اللي هي 0.40 يعني 40 من 100. برضو هنا برضو قسمها 5 1 2 3 4 5، ولكن خد منها واحد بس يبقى الكل 5، وطبعا البسط هنا واحد بس اللي هي بتساوي 0.20 يعني 20 من 100. يبقى هنا حبايبي لازم احفظ قيمة النص قد ايه، وكمان قيمة التلت قد ايه بالكسر العشري، وكمان الربع قد ايه، والتلت اربع قد ايه، والخمسة قد ايه، والخمسين كمان قد ايه. في صفحة 57 بقولي converting fractions to decimals، بقولي ازاي يحول الكسر لعدد عشري.
اللي make the denominator equal to 10 or 100 or 1000 by multiplying or dividing both of the numerator and the denominator by the same number. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني عشان احول الكسر العادي لعدد عشري كل اللي انا بعمله لازم احول المقام بتاعه للعشرة ومضاعفتها، يعني 10 100 1000 10000 100000 مليون. يبقى اذا بحول المقام للعشرة ومضاعفتها، سواء بقى ان انا بقسم الرقمين اللي هو البسط والمقام على نفس الرقم او بضربهم في نفس الرقم، اهم حاجة ان المقام يتحول للعشرة ومضاعفتها. يعني تعالوا نشوف كده المثال اللي هو مديهولي الاولاني، بيقول لي 3 على 20. اه طب 3 على 20 دي مش 10، دي 20. طب هل ممكن اقسم الرقمين على رقم معين فيدينا 10؟ اه طب ال 20 على كام؟ هتقولي ال 20 على 2 بيساوي 10. طب التلاتة تقبل اسم على 2؟ هتقولي لا خلاص، يبقى نشوف الضرب. طب اشوف الضرب ليه؟ ما هو اللي بعد العشرة المية. طيب العشرين عشان تتحول لمية يبقى لازم اضربها في 5. طب هضرب المقام بس؟ قال لي لا هضرب البسط كمان. يبقى 3 في 5 هتطلع 15، والعشرين في 5 هتطلع بمية، طلعت 15 على 100. تاني طلعت 15 على 100. طب يعني ايه 15 على 100 برضو يا مستر؟ قال لي يعني بكتب ال15 بالمنظر ده، والعلامة طالما هي 100 تبقى بعد رقمين، ادي 1 2 خلاص، واحط الزيرو بتاعي عشان كده طلعت 0.15. تعال نشوف المثال اللي بعده، بيقول 21 على 4. طيب الاربعة ممكن تتحول لعشرة؟ لا الاربعة ما ينفعش تتحول لعشرة. طيب ممكن اضربها في كام فتطلع 100؟ اللي ممكن اضربها في 25 فتطلع 100، يبقى لازم اضرب ال25 كمان فوق في 21 تطلع 525. فلما اكتب الرقم ده 525 يعني 525، واجي احط العلامة، انا قلت طالما 100 يبقى عد 2 من يمة اليمين، ادي 1 2، وبعدين احط العلامة بتاعتي، والعلامة دي حبايبي اسمها decimal point. تاني اسمها decimal point، فبالتالي طلعت 5 و25 من 100. تاني 5.25، تاني 5.25. تعال نشوف السؤال الاول اللي هو مديهولي على الكلام ده في صفحة 57. يعني بيقول color to show the fraction، المفروض ان انا بلون عشان ابين الكسر ده. طبعا بيقول لي 2 quarters. 2 quarters يا حبايبي معناها ان هما ربعين 2. طيب ربعين 2 معناها 2 على 4 او 2 من 4. تعالوا نعد كده 1 2 3 4، ادي الاربعة ادي المقام. طب وعايز الون كام؟ 2 2، يبقى اخد طبعا اي 2 والونهم، ادي 1 2، يبقى انا كده 2 out of 4 او ربعين 2/4. طيب تعالى كده نشوف اللي بعدها، بقول 5 out of 6 او 5 اسداس او 5/6، يعني 5 اسداس. طبعا 6 ده يبقى المقام 1 2 3 4 5 6. طب وعايز لون كام؟ 5، يبقى لون اي 5 منهم 1 2 3 4 and 5. طيب هنا 2/3 يعني تلتين 2، المقام اللي هو 3 1 2 3. طب عايز الون منهم كام؟ 2، يبقى الون اي 2 منهم سواء دول او دول. تعال نشوف حبايبي يلا general exercises اللي على الدرس ده. بقول write the fraction for the shaded part of the shape، المفروض ان احنا بنكتب الكسر اللي على الجزء المضلل. طبعا هنا شكل ما قلنا العدد الكلي هو المقام والجزء المظلل هو البسط. تعالى نعد كده العدد الكلي 1 2 3 4، يبقى اذا المقام بتاعي اللي هو denominator the 4 والبسط بتاع اللي هو numerator هيبقى 1 2 3 3، يبقى 3 out of 4 اللي هم 3 4 اللي هم 3/4. طب تعالى نعد الكلي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا هكتب تحت هنا 9. طيب نعد يلا الجزء المتضلل 1 2 3 4 5، يبقى انا عندي 5 out of 10 يعني 5 أجزاء اللي هي 5/9. طب تعال نشوف اللي بعده 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى دول 8، يبقى المقام بتاعي النيميريتور بتاعي 8. طيب تعال نشوف البسط 1 2 3، يبقى 3/8 يعني 3 أثمان، تاني 3/8 يعني 3 أثمان.
اللي بعدها بيقول لي convert، يعني يلا حول معايا the following fractions to decimals. تعالوا نحول يلا الكسور دي لأرقام عشرية. طبعا هنا بيقول لي النص اللي هو الهاف، يعني لما اجي اقول لك هو كام على كام هتقول لي 1/2، يعني 1/2. طب واحنا قلنا ده بيساوي كام؟ قلنا بيساوي 0.5. تاني 0.5 نمبر 2/5، يعني 52، يعني 2/5. تاني 2/5، واحنا عارفين ان الخمسين بيدونا 0.4. تاني 0.4. طيب هنا 4/25، يعني 4/25، دي معناها ان هي 4/25. طبعا لو انا عايز احول لعدد عشر شكل ما قلنا، ال 25 حبايبي عشان تبقى 100 يبقى لازم اضربها في 4، وفوق هتبقى 100. طب يبقى لازم اضرب الاربعة فوق هتبقى 16. طيب دي 100 ودي 16، اذا هكتب ال 16 اهو. طيب 100 انا احط العلامه بعد رقمين من اليمين، ادي 1 2، فاحط العلامه واحط الزيرو بتاعي. طيب تعالى 3/9 3/9، يعني 3/9. 3/9 اللي هي بتدينا التلت حبايبي، واحنا عارفين ان التلت قيمته 0.333. طيب تعالى 4/5، 4/5 يعني 4/5، يعني 4/5. طيب لو انا ضربت دي في 2 هتدينا 10، ولو ضربت دي في 2 هتدينا 8، او مكتب ال 8 8 هنا و10 يعني بعد الرقم بحط العلامة احط 0. طيب تعالى يلا 4/12، يعني 4/12. 4/12 حبايبي لو انا قسمت الاتنين على 4 هيدينا التلت، والتلت ده برضو اللي هو 0.333. تعالى يلا على السؤال اللي بعد كده اللي بيقول لي color to show the fraction، يعني المفروض بلون عشان اعرف الكسر. هنا بيقول لي 3/10 or 3/10، معناها ان كلهم 10 وانا هلون 3 فقط. طبعا يبقى هاخد اي 3 ولونهم. برضو هنا بيقول 5/8، يعني 5/8 او 5/8. طيب يبقى اذا العدد الكلي هنا 8، يبقى انا هاخد اي 5 منهم حبايبي ولونهم. تاني هاخد اي 5 منهم ولونهم. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة، واللي ما فعلش الجرس يفعل عشان يوصلوا كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم في الدرس الخامس والسادس واللي هيكون عن عمل البسبوسة. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.